بعد كده هو. طيب اللي بيحصل بقى دي لما بنروح بعد كده قدام بقى الانتخابات، يوم الانتخابات بيجيب كل الصناديق بتاعت المحافظه محافظه، وبتبدا يجيب المندوب يقول له ادي صندوق بتاعك بتاع المحافظه بتاعتك بتاع الجهه الاداريه، مفيش حاجه اتلعبت، الظرف بتاعك سليم تمام اوكي، انزل تاني مكانك. بعد العمليه ديت بيبدا يفرز الاصوات بالطريقه المعتاده اللي هي بتاعتنا، بيبدا يطلع الاسماء والاصوات كلها ويطلع مين الناجح. في حاله واحده لو حصل ان في اتنين اتفقوا يعني طلعوا الاصوات زي بعض لازم اعاده. في حاله الاعاده احنا قلت لك، وهم هناك في اللجنه كل نادي مجلس اداره مجتمع بيمضي على استماره بيرشح اتنين من اعضاء مجلس اداره احدهما له حق حضور الجمعيه في الانتخابات، فالمندوب موجود تحت، لو حصل اعاده بيطلع المندوب هو. طيب يدلي بالاعاده. استاذ محمد اقتراح زي الفل زي الفل من الناحية الإجرائية النظرية والإجرائية، من الناحية النظرية الإجرائية تمام، تضمن ضمير الناس؟ لا ما هو لو مجلس الإدارة تكلمني في لا لو مجلس الإدارة هيقعدوا مع بعض قبل ما هيقعدوا هيكونوا متفقين مع فلان التاني خلاص هي إرادة، أو مع فلان التاني إرادة الجمعية العمومية والدنيا متظبطة وزي الفل. لا لا بص احنا مش عايزين لا متظبطة يعني متفقين مش لا لا ما أنا فاهم قصدك، بس مش لازم احنا نعتبر إن كل المشكلة الرئيسية المندوب وليس مجلس الإدارة. احنا كده هنتهم بقى مجلس الإدارة كلها مش معقول. هيوافقوا على الاقتراح ده؟ مين؟ اي المسيطرين على الجمعيه العموميه. ما لو انت حطيتها في اللائحه ده خلاص امر واقع بالنسبه له. لو حطيت دي من الناحيه الاجرائيه يا استاذ محمد. ايوه نظريا، لكن ضمائريا تضمن؟ طبعا طبعا اضمن اضمن ان على الاقل لو ان هم حتى في ناس راحت لهم هناك واتفقت معاهم يبقى اتفقت مع المجلس بالكامل، يبقى دي اراده مجلس اداره النادي وليست اداره واحد. اللي هو حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكره الاسبق كان يعني يتبح صوته ان مجلس الاداره بس يعني يختار المندوب، يختار محمد الطويله ويبعته في جواب عشان مندوب. لما بنقول مجلس الاداره بنفسه بيقوم بالاقتراع وبيحط ظرف بنفسه في البتاع، وهناك بيقول خلاص محدش هيلعب في السكه. اللعب كان بيحصل امتى؟ المندوب لا هو كان اقتراح اللي هو حرب ان يتم ارساله مع عضو هو ده الصدر. هو ده قريب منه، ولكن دوت فيه اكتر ضمانا انك انت عملت مجلس الاداره بنفسه ووضع الراي مجلس اداره النادي بالكامل في الصندوق المغلق، مش مفيش حاجه في الطريق حد هيوقف الراجل ده ويأثر عليه. محمد بتحارب الاعلاميين ليه؟ انا بحارب الاعلاميين ليه؟ مش عايزهم يدخلوا انتخابات ليه؟ انت شاطر كاعلامي، ارجوك ما تخليش الكلمات الكبيره الضخمه تكون هي مسار الحوار. يعني ايه تحارب الاعلاميين؟ يعني انت مش عايزهم يدخلوا انتخابات اتحاد الكوره؟ لا انا القانون بيقول ان لما يكون في تعديل لوائح بمنع الاعلاميين من لا 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 من فضلك استرسل لو سمحت. اتفضل. اتحاد الكرة بيبعت للأندية والله في الجلسة الجاية في تعديل اللوائح، لو أي نادي عنده اقتراحات من خلال ممارسته شايف إنها تفيد كرة القدم يقدم الاقتراحات. مش أنا بس اللي قدمت الاقتراحات، أندية كتيرة جدا بس قدمت أندية اقتراحات. لا تلات أندية. أنت بتكلم لبند واحدة ولا بنود كتيرة؟ لا أنا بتكلم على البند ده. البند ده كان أنت أوكي. أوكي ماشي. نادي نجوم المستقبل، نادي الترسانة، نادي التالت كان مين؟ لا هو نجوم المستقبل والترسانة والترسانة تمام. نادي تمام نادي الترسانة سحب بشكل او باخر، ما اقدرش اجزم بكده ماشي أوكي. ماشي بس سحب اوكي، سحب اقتراح اوكي. انت حضرتك ما سحبتش ليه؟ اسحب ليه؟ اللي بيقدم فكر لابد ان هو يكون على قناعه يدافع عن فكره. ما طلبش منك انك تسحب الاقتراح؟ لا انا قلت لك في الجلسه السابقه في اجتماع هنا قلت لك اللي حصل ان حصلت مناقشه بيني وبين احد الاعلاميين المشهورين ان هو طلب ان احنا لا 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 هو موجود ومسجل. لا معلش لو رجعت ليه هتلاقيني قلت لك بالظبط ان هو ناقشني في الاقتراح وانا قلت له والله دي وجهه نظري ان تضارب مصالح وان الاعلامي يعني قادر انك سحب الاقتراح وانت حضرتك رفضت. لا ما أنا هو كده انا قلت ان انا ابدت له عدم قناعتي بس بالقصه ماشي. عدم قناعتي ماشي. يعني معناها ان انا بحتفظ بالاقتراح يعني رفضت. هي مفهومها ما هو ان الطلب منك وانت حضرتك رفضت، تحفظك ليه؟
تحفظي إيه؟ كان لان هي انا شايف ان ديت افه من افات كره القدم المصريه اللي هي إيه؟ اللي هي تضارب المصالح. ما تجيش تقول لي انك انت النهارده عضو مجلس اداره اتحاد قادر انك انت تكون عندك من الحياديه انك تقف قدام الكاميرا وانك انت ما تقدرش توجه الكاميرا بنسبه او توجه الحديث للمشاهد لصالحك، لصالح اغراضك، لصالح مصالحك، لصالح تفكيرك، ارائك، اتجاهاتك، كل ده هو من السهل جدا وده طب بيحصل. طب وليه بتدخل الناحيه السلبيه؟ ليه ما بتتكلمش عن الناحيه الايجابيه؟ ان الاعلامي ده لما هيكون موجود في مجلس الاداره هيفيد مجلس اداره اتحاد الكوره من خلال طبعا وجوده وخبرته الاعلاميه، وفي نفس الوقت هينقل الصوره الحقيقيه اللي موجوده داخل اتحاد الكوره للناس او للجمهور من خلال برنامجه. لا يعني انا الحقيقة يعني هات لي واقعة حد كده. انا هديك واقعة حصلت معايا بعد الحلقه بتاعتك مباشره، بس بعد حلقتك مباشره حصل ان احد الجرايد كتبت ما معناه ان محمد الطويل اتضغط عليه عشان يسحب. اتصل بيا الكابتن شوبير وبعت لي رساله لما مجرد قال ان محمد الطويله شوبير ضغط عليه عشان يسحب الاقتراح بتاع الاعلاميين، فبعت لي رساله واضحه تماما. وهنا بقى هنحكي لك القصه وقول لي في تاثير ولا ما فيش تاثير للاعلامي اما يحب يشوه صوره حد. اتصل بيا قال لي بالظبط كده رساله بسيطه، الحاجات دي متسجله عندي بالتاريخ بالزمن بالدقيقه. قال لي احبك تتفرج على حلقه النهارده قبل الحلقه بساعه. رديت عليه برساله قلت له تمام يا كابتن اكيد هتابع الحلقه اليوم وبالتوفيق. ده اول رساله جات لي من الكابتن دخل كابتن شوبير في الحلقه هجوم شنيع على شخصي وهو صديق ليا بال 25 سنه والعلاقه بيننا مميزه. مجرد ما ان اتكتب طلعت معاك في البرنامج وكنت بتكلم على اللي هي فكره التعارض والاعلاميين التعارض المصالح الكلام ده كلته، واتكتب في الجورنال ان هو الطلب ان هو نسحب القرار، فقرر ان هو ان انا اتفرج على الحلقه عشان هو هيوريني حاجه. طبعا انا قلت له اتفضل، اتفرجت على الحلقه. في الحلقه الراجل هاجم هجوم شديد جدا، انت راجل ملخص الكلام، انا عندي كلام بالنص ملخص الكلام، الانديه اللي هي مفكره نفسها تقدر تعمل حاجه، ده في نادي فاشل، عمال يغير في مدربين، عمال يجيب جاب اسمك كاتب اسم نادي نجوم المستقبل واسامي المدربين والكلام ده كلته اللي هي كانت موجوده، وقال في المره الثانيه قال في المداخله الثانيه هقول لك بس جاي لك واحده واحده، عشان كده بقول لك من فضلك اديني الوقت عشان تبقى الحاله تعرف صح. بس سريعا عشان معانا الكابتن عزمي مجاهد كمان شويه. اهلا بيه. فبدا يتكلم في كلام، انت النهارده تعرفني من 25 سنه، لما بعت لي رساله تقول لي اتفرج يعني معنى كده انك عايز تقدم تهاجمني، ماشي هاجمني، ما لقيتليش اي حاجه اي مصيبه تحاول تشوه صورتي بيها غير ان الراجل ده عمال يغير مدربين ويجيب مدربين وده راجل فاشل وده راجل ما عرفش يصعد بالنادي بتاعه الى اخره، كلام لما تسمع الكلام تذهل له. انا هختصر في الاخر بس برضه هو مش من حقه يكلمني انا بغير مدربين بس هو كذب كذبه كبيره جدا. قال انت جبت 11 مدرب، عارف ال 11 مدرب؟ هم اتنين الباقي اتنين منهم لم يدخلوا ما دخلوش نادي نجوم المستقبل وهم اسمائهم هنقولها عشان يبقوا الكابتن ياسر كناني راجل اتكلمنا مع بعض واتفقنا اتفاق قبل الدوري خالص، بعدين هو فضل انه يروح سوهاج فكلمني قلت له اوكي خلاص قبل ما نبدا الدوري خالص. الثاني كابتن نبيل محمود لم يدخل نادي نجوم المستقبل، اتقابلنا على في كافتيريا ولكن في الاخر ما اتفقناش حطهم. وقال اسامي مدربين من السنه اللي قبليها والسنه اللي قبل اللي قبليها، جمع المدربين بتوع 3 سنين وقال لك دول 11 في السنه دي. اللي جاني انا في السنه اللي فاتت 2 كابتن عبد الناصر محمد، وبعد مباراتين بالظبط وده حق 100% ان طريقه لعبي الاولاد عندي كلها مهاريه. ايوه هو ده قراري انا طلبته بالتراضي والراجل ماشي وربنا كرمه واشتغل. وعلي ماهر كان مدرب محترم جدا وماشي معانا كويس جدا، قبل الدوري بينتهي بخمس اسابيع جاله عرض مع كابتن حلمي طولان انه يروح سموحه
وبعد كده حصل اللي حصل مش مشكله وهو الراجل مشي فكان طبيعي. جبت واحد صديقي اللي هو الكابتن اشرف خضر من الاسماعيلي وهو كان عنده مشكله ان والدته تعبانه وكده من ده، فقال لي طب قلت له بس عشان خاطر الفريق ما يقعش هم 4 مباريات. قعد الراجل يشتغل معايا لما خسرنا خلاص بعدنا عن المنافسه، قال لي محمد انا لازم بقى خلاص عشان والدتي وكده خلاص. الطبيعي بقى نطلع المساعدين، هو حاطط لي المساعدين كمدير فني مساعد نعم. واحد كان مدرب ناشئين واحد يعني بتاع. طب خلاص الكلام خلاص الكلام يعني ان هو لقى موضوع عايز يشوه عليه آه. اوكي انا رديت عليه في نفس اليوم، اسمح لي نقول لك رساله انا بس يعني عشان عندنا موضوعات اهم من الكلام ده، وانا بالنسبه لي يعني ايه بنناقش حاجه لمستقبل الكره المصريه. ايوه بقى انت بتكلمني في آه في مساله الاعلاميين آه. حضرتك بقى تعرضت للواقع وخلاص، وبالتالي انت حضرتك شايف انك انت مستمر في الاقتراح بحضرتك. لا من فضلك انا في حاجات لازم توضح للناس. انا رديت عليه في نفس بعد البرنامج قلت له رسالتك وصلت يا كابتن شوبير، تابعت برنامجك على صدى البلد، خانك ذكائك يا كابتن شوبير في اقل من 48 ساعه بعد مطالبتي بوضع بند في لائحه الاتحاد تجاه عمل عضو الاتحاد بالبرامج الرياضيه لمنع تضارب المصالح. لم تتمالك اعصابك، ارسلت تدعوني لمتابعه حلقتك ببرنامجك اليومي، وتابعت وتلقيت ردك، شكرا لانك اثبتت لي صدق حسي تجاه إيه هو التضارب. صدق حسي ان اما بنمسك مجرد ما اتكلمت او قدمت اقتراح انت بدات تهاجمني بشيء وهمي ملوش اي معنى. ده انت مش شايف انت معتبر الرساله ديت يعني او الكلام دوت ان هو بيهددك او ان هو طبعا 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 ده نوع من انواع الضغط والابتزاز عشان انت تقدر تبعد عن السكه دي خالص، ما تقربليش في المنطقه دي. ما انت هتبعد عنها ده ده, ده 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 مشكلتي انا مش مشكلتك انت يا اسلام. لا انا بقول حضرتك انت هتبعد، انا مش هبعد عنها. هتحصل هيحصل عليك ضغوط وهتبعد. الضغط بيحصل لما يكون انا عدلت الكلام على فكره. يعني انا مش ضد الاعلاميين، انا قلت اضعف الايمان في حلقتك قلت اضعف الايمان يتعمل ميثاق شرف. يعني الموضوع اتعدل. في فرق بين التعديل وفرق بين ان لما تيجي تقول لي يا محمد معلش ده الموضوع اكل عيش وفي ناس بتاكل عيش من الموضوع ده كلام من ده، قلت لك اذا كانت يبقى على الاقل انت كاعلامي تلتزم بميثاق شرف ما تشوهنيش. اكمل لك الرساله لو سمحت يا اسلام. ردك شكرا انك اثبتت لي صدق حسي تجاه كارثه تضارب المصالح، لقد هاجمت شخص لاول مره بعد صداقه استمرت اكثر من 25 عام لمجرد لانك تعارضت مصالحك مع ارائي ووجهه نظري وبدون اي مقدمات او مناسبه نشرت معلومات مغلوطه كاذبه ومضلله عن شخصي المتواضع، وسوف اثبت لك ذلك ليس دفاعا عن نفسي او نادية وانما لاثبت للجميع ان العضو الاعلامي بالاتحاد قادر على تشويه صورة خصومه والكذب واستغلال الآلة الإعلامية ليغتال بها خصومه عند تضارب مصالحه معهم. شكرا لأنك أكدت لي سلامة وجهة نظري كابتن شوبير، أرجوك عجل بطعناتك فقد سقط عنك القناع ولو أمامي فقط. لأن اللي حصل ده كله أنت عارف أنك أنت بتختلق لي شغلانة عشان تخوفني عشان ترعبني عشان تبعدني عن أن أنا أطالب بهذا البند أو أطالب بتنفيذ بند إن الإعلامي في الاتحاد ده تضارب مصالح. طيب حسب معلوماتي وانا اتكلمت مع طبعا مسؤولين في انديه ثانيه ان البند دوت مش هو المقصود بيه الاعلاميين، وان اتقال لي تحديدا ان المقصود ان احنا اي حد بتتعارض مصالحه مع صح. عضويه اتحاد الكوره انا مقدم 7 حاجات منهم الاعلاميين بمعنى منهم الحكام ما ينفعش تبقى مثلا بتشتغل في نادي وتحكم او في نفس الوقت بتشتغل اداري وانت حكم شغل اداري في نادي تاني انك انت تبقى مراقب وبعدين او انك انت بتتعامل مع شركه معينه شركه اعلانات وبعدين في نفس الوقت متعاقده مع الاتحاد اذا انت عضو مجلس اداره. برافو يا اسلام انت وصلت لحاجه مهمه جدا. انا مقدم 7 8 مش انا بس كمان البنود الثانيه دي ناس كتير في تعارض مبدأ تعارض المصالح ده مبدأ خطير في العالم كله، ممنوع يبقى تعارض مصالحك كعضو في المجلس ويكون لك مصالح في نفس الوقت. فكانوا حاجات ليه الضجه كانت قامت على بتاع الاعلاميين هتمنع يعني او الاقتراح دوت وبقيه الانديه اللي مقترحه او بتحاول ومنها الاهلي والزمالك حسب معلوماتي الاهلي والزمالك ما قدموش في الطلب أيوة بس ده. هم اتكلموا لا انا بتكلم على تعرض المصالح. تعرض المصالح ده حاجات كثيره طبعا 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 يعني هم اتكلموا واتفقوا عليهم من ضمن الانديه اللي اتكلمت فيه او في الجلسه اللي فاتت تمام. لكن في نفس الوقت انتوا كده برضو زي ما هم عاوزين يفصلوا اللائحه على ناس معينه
انتوا عايزين تفصلوا اللائحه برضو على ناس معينه عشان تدخل انتخابات اتحاد الكوره. مليون المية الجزء الثاني خطأ. مليون المية. خليني اكلمك بمنتهى الصراحة. ايه اللي حصل؟ نرجع لجنة، حاجات كانت مهمة جدا عايز اقولها لكن معلش، نرجع لجنة اللي هي الاهلي والزمالك طالبوا بيها. احنا لما كلمناهم قلنا لهم يا جماعة لازم تبقوا قريبين لأن قيادة كرة القدم المصرية النهاردة في خطر. النهاردة يا اسلام من أول يوم بعد انتخابات 2012 مصر كلها في لبانة في بق الناس شغالة. اللي احنا المجلس الحالي ده هو ده حاجه مؤقته لان بعد 4 سنين جاي الاستاذ هاني ابو ريده ومعاه فلان وفلان 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 ومشت النغمه وبالتالي ان هم اللي كانوا بيديروا اتحاد الكوره ويقال ان هم اللي كانوا بيديروا اتحاد الكوره ما اقدرش انا اكذب مع احترامي الشديد جمال علام شخصيه محترمه جدا جدا احنا بنقول اللي كان بيتقال اللي كان بيتقال يبقى اذا يبقى انت معايا ان بقى لنا 4 سنين غريب مدير فني المنتخب برافو انت بس انت معايا ان قاعدين بقالنا 4 سنين نسمع ان الرئيس الاتحاد اللي جاي بعد 4 سنين هو فلان ومعاه فلان وفلان وفلان اكيد كنا بنسمعه طيب ايه اللي حصل من كده ان بدات كل الناس الكبيره وكل القيادات وكل الناس اللي عندها قدرات انها تدير كره القدم المصريه يعزفهم ويبعدهم عن هذا الموضوع فوجهنا كاعضاء بعض اعضاء الجمعيه العموميه رساله تعالى يا كابتن يا استاذ مرتضى وتعالى يا استاذ محمد عبد السلام ادعوا الجمعية عمومية نقعد مع الناس ونحاول نصلح حال الكورة نحاول ان احنا نعدل اللوائح بما يفيد كرة القدم المصرية وليس هناك حجر على لان في الاخر الاقتراح اللي مقدمه ده هو ممكن يترفض بنسبة 100% خلاص اللهم اني قد بلغت تمام هو الاهلي ينفع يبقى رئيس اتحاد الكورة لا دي حاجة بترجع له هو لا انا بسألك انت راجل عضو جمعية عمومية وليك بص والله الراجل حقق نجاحات كبيرة في النادي بتاعه له ما له عليه ما عليه ما نقدرش نتكلم لكن في الاخر حقق نجاحات على مستوى اداره المنظومه ككل هو ناجح بنسبه كبيره جدا ايوه بس دلوقتي اللي بنشوفه ان هاني ابو ريده بلا منافس لا بالعكس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عارف اكتر واحد وعضو المكتب التنفيذي السابق في الاتحاد الافريقي ايوه وليه خبره اداريه كبيره داخل اتحاد الكوره عارف اكتر واحد ممكن يهزم هاني ابو ريده في الانتخابات اللي جايه مين؟ هاني ابو ريده ازاي؟ بما يتبعه من اسلوب ليه هو بيتبع الراجل اولا الراجل بص عشان نبقى الكلام واضح الراجل صديق ومحترم وكلنا بنكن له كل احترام وهو قادر ان يدير كره القدم المصريه ازاي هو اللي يهزم يعني هاني ابو ريده يهزم هاني ابو ريده ازاي؟ يهزم هاني ابو ريده بما بالاسلوب اللي هو متبعه النهارده يا هاني ابو ريده ما انت عارف انك ان المساله انك انت بتتكلم دلوقتي انك انت جاي ومعاك مجموعه معينه ده لا يليق بدوله زي مصر انك انت تفرض عليها افراد في حاجه اسمها الناس تنزل الانتخابات مفيش حاجه اسمها انك تقول انا هم دول بس محدش يقرب للمنظومه دي هو عايز خاص. ان دول المجموعه المتجانسه اللي يشتغل معاها المجموعه دي فيها 6 كانوا في الاتحاد اللي فات ما عملوش اي حاجه بقى مرة تيجي تاني انت جاي تاني ترشح نفسك ليه تمام نمره 2 هاني ابو ريده مع احترامي الشديد له ايه اللي قدمه لكره القدم المصريه خلال الدورات السابقه هو مش رئيس اتحاد الكوره ايوه بس بكلمك بمركزه محمد الروراوة قدم للجزائر خدمات غير عادية من خلال تواجده في الاتحاد الدولي هاني ابو ريده مع برضه احترامي تاني ماذا قدم لكرة القدم المصرية هو الناحية التانية بيقول لك انا قدمت كتير جدا بس انا مش زيكو بقعد ازايد وبقعد وانا مقل ان انا بطلع طب ما تقول لي انت حاجة واحدة قدمها هاني ابو ريده هو اللي بيقول انا ما أنا دافعش عن حد انا بتكلم انا بقول لك انا مش عادتي ان انا دافع عن حد يبقى انا كده بستخدم البرنامج لمصلحة معينة طيب يبقى انا ما بدافعش عن حد انا بقول لك انا وجهة نظري انا بقول لك اللي بيقولوه الناحية التانية انا وجهة نظري ان هاني ابو ريده كان يقدر يقدم لكرة القدم المصرية حاجات كثيرة جدا لم يقدم حاجة فعليا نمرة 2 هاني ابو ريده حضر كام اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مرة واحدة حضر فيها تمام نمرة 3 اما بيتقال من دلوقتي وانت تعلم وكل الناس تعلم ان هاني ابو ريده القصة قايمة ان هو هيبقى رئيس اتحاد ويجي الكابتن شوبير نائب رئيس هو طبعا مشغول في هناك يعني معنى كده هيدير بالمراسلة بأي طريقة لان طبيعة شغله هناك بتجعله موجود هناك 90% من الوقت ده مسؤول عن دورات لكن اللي بيقولوا الناحيه الثانيه انتوا بتفرضوا يعني حاجه مختلفه تماما عن الواقع انا من لسه ما جيتش رئيس اتحاد طيب الكوره انا لو جيت رئيس اتحاد الكوره مش هسمح لاي انت حد انت ليه حولت الموضوع للانتخابات انا ما كنتش جاي اتكلم على موضوع الانتخابات يعني هو اللائحه عشان ايه
الجمعيه العموميه اكتملت ما اكتملتش. مين اللي عطل حضور الجمعيه العموميه عشان تكتمل؟ مين؟ انا اللي بسال حضرتك. انت تعلم كويس قوي اللي اتقال ان اعضاء من اتحاد الكره اتصلوا باعضاء الجمعيه العموميه وقالوا ما تجوش، احنا مش عايزين الجمعيه تكتمل، والكلام ده اتناقش في قلب الجلسه ومتسجل والناس كلها عارفاه. اذا اللي على ارض الواقع في ناس مسيطره وقت ما حبوا ان هم يفسدوا الجمعيه العموميه. صحيح، افسدوا الجمعيه العموميه. طيب هل انت بقى اذا نرجع تسلم اللي انا قلته لحضرتك في الاول ان ما فيش فايده من أنا انت بتقول لي ما تبخس حق الاهلي والزمالك. ايوه ما تبخس حق الاهلي والانديه الاخرى. الزمالك اقوياء. ايوه اقوياء. اقوياء بايه؟ اقوياء بالفكر. كانت الجمعيه العموميه اكتملت. لا يا ما احنا ما كده بتنط خطوه. احنا لما حصل الموقف ده كان هناك بقى التغير اللي حصل ان الناس في الجمعيه العموميه اللي حضرها في اليوم ده هو حوالي اللي هي ما اكتملتش بفعل فاعل حضر تقريبا حاجه و70. الحاجه و70 دول الناس كانت صايره ثوره كبيره جدا لان حست انها تعبت وجايه من اماكن بعيده وجايه عشان تناقش دستور كره القدم، فبفعل فاعل تم اجهاض هذه العمليه، فبدا الغضبه ده هي تتحول الى ان في ناس تبنت طب احنا هنسكت لامتى، هنسيب الموضوع كده لامتى، وعلى راسهم الاهلي والزمالك. وقلنا بدايه وعملنا مجموعه اجتماعات، لما تعرف اللي تم في الاجتماعات والاعضاء الجمعيه يعرفهم اسالني الاول ليه عملنا الاجتماعات وايه اللي حصل فيها، لان هو ده السؤال الاهم. القصه طلعت من ان هو لازم يبقى لكم دور يا اهلي وزمالك اذا كنا بنتكلم على صناعه كره القدم واصلاحها. بدانا نجيب الانديه اللي هي تبدا يتعمل لجنه، وخدنا التكليف ده من الجمعيه اللي عقدت ليله انتخابات اللي قلت لك عليها، كنا عارفين ان الانتخابات هتعطل. خدنا تفويض ان احنا نكون اداره تجمع مجموعه من الاراء عشان تعرض على بخصوص اللائحه، تعرض على الجمعيه العموميه اللي احنا بندعي لها حاليا، يبقى الناس تيجي عارفه واخده ورق ومذاكره ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي يرفضوه وايه اللي مش عايزينه. هم حرين هيقرم ويقرروا، لكن مش هنجيبهم نقول له تعالى اعمل صح وغلط. لذلك لما اجتمعت اللجنه ديت كان فيها استاذ محمد عبد الوهاب واحمد مرتضى منصور، وانضم بقى انديه كتير اسماعيلي وبتاع وغيره الى اخره. ايه اللي حصل في الاجتماعات ديت؟ اللي حصل ان احنا قلنا هنعمل تصور لتعديلات اللائحه ونناقشها مره واثنين وثلاثه. الجلسه الثالثه كانت اول امبارح حضر 15 نادي، بدانا نعمل هنصيغ ونبعت لكل الانديه الصياغه اللي احنا بنقترحها. الاستاذ محمد عبد الوهاب بدا يقترح اقتراحات، يقول ان احنا لابد ان احنا نقف في إيه مع الناس اللي هي الانديه الصغيره، الانديه الصغيره بتروح بتقف طول السنه عايزه 20,000 جنيه بتاخدها في شكل مهين، لا بين حقوق، بين ان في ممكن لما تتعمل الروابط في ثلاث روابط هيتعمل، رابطه الدوري للمحترفين القسم الاول والقسم الثاني رابطه والقسم الثالث رابطه. الروابط ديت ومن دلوقتي بدات في شركات كبيره عملاقه تتقدم تقول انا ممكن اخد دوري القسم الثاني او اخد دوري القسم الثالث. استاذ محمد هيبقى في جمعيه عموميه غير عاديه؟ مؤكد. وصل العدد لغايه قبل ما اجي عندك بما لا يدع مجال للشك ل 81 نادي. هتنزل انتخابات؟ بص انا لو اتكلمت عن الانتخابات دلوقتي رايي الشخصي تبقى خيانه للي احنا بنعمله ده كله. اي واحد دلوقتي المفروض يعني انت لسه ما حسمتش موقفك. لم احسم موقفي اطلاقا، والفتره ديت ده الانتخابات لسه شهر 9. الموقف الصح دلوقتي ان احنا نعدل الدستور اللي احنا هنمشي عليه ونعترض على الكلمه اللي انت قلتها اللي هي مفيش فايده. يبقى احنا بنقضي على هذه الصناعه اللي هي اسمها كره القدم. خلينا نشوف. استاذ محمد طويله رئيس نادي النجوم المستقبل، بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل هنطلع فاصل على طول بسرعة ونستقبل الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكورة، نشوف بقى إيه القصة بتاعت اتحاد الكورة.